السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم ان شاء الله، يدخل لكم هذا رمضان بالصحيحه وباش ما كتمنوا. اليوم غنقدم معكم ان شاء الله العسل، باش غادي نديرو ان شاء الله الشباكيه والمعسلات اللي كيداروا في رمضان ان شاء الله. اليوم نوريكم الطريقه سهله ديال العسل. عندنا قرب ديال السكر، غنضيفوا له اطر ديال الماء وغنخليوه يذوب لمده واحد 3 سوايع هكا ولا 4 على ما يذوب لنا السكر، ونضيفوا له واحد 3 عويدات نتاع القرفه ولا 2 عويدات، واحد الحامضه، واحد شويه ديال الزعتر مع شويه ديال حبوباتي كيعطي اللون للعسل باش كيجي ديك اللون فيه مذهب، والزعتر كيجي فيه ديك المذاق ديال الزعتر. اللي بغاو اللي ما بغاش ما يديرش، كل واحد يدير على حسب العشوب اللي كيبغي والمذاق اللي كيبغي في العسل. والمسكه الحره نخليوها من بعد حتى نوريها لكم من بعد، تيبقى العسل يغلى عاد ديك الساعات نوريها لكم. دابا غنديروا الماء على قلب ديال السكر، ونخليوه يذوب كيف ما كتشوفوا معنا. دابا راه هاد الوقيته كلشي كيدير العسل في الديور، اغلبيه الناس ولاو كيفضلوا يديروه في الدار. من بعد ما غادي يذوب لنا هاد القلب ديال السكر، نديروه فيه الحامض، نديروه القرفه، ونديرو هاد الرزيمه هادي، غنسدوها ونرميوها معاه ان شاء الله، ونخليوه واحد 40 دقيقه ان شاء الله حتى نحسوا بها بدات تصفر الكوكوط. يلا نشوفوها كتصفر نطفيو عليها ان شاء الله، ونخليوها تغلي ديك الساعات ندوز معكم الطريقه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي، ها هو القاب ديال السكر ديالنا راه داب في الماء، غير هو كيشد شي شويه ديال الوقت. واللي بغى يدير سنيده وما كانش متوفر عنده ديك القلب السكر، يدير حساب سنيده راه كيجي زوين. ومن بعد ما داب لنا السكر ديالنا، غندير له واحد الحامضه هكا مقطعه مع 3 ديال العويدات نتاع القرفه وما، واحد الرزيمه ديال هذيك الرزيمه ديال حبوب اتاي مع شويه زعتر اللي بغى يديرها واللي ما بغاش، كل واحد والاختيار ديالو. هذه كتعطي غير اللون، حبوب اتاي كيعطي شويه ديال اللون كيجي مذهب العسل، والزعتر خلاص كيعطي ديك النكهه ديال الزعتر حتى هو زوين. دابا غنخليوه نسدو عليه ونخليوه واحد 40 دقيقه حتى تبدا تصفر الكوكوط، ونحلو عليها نعريو عليها ونخليوها تغلي. دابا نخليه ندوز معكم المرحله الاخرى ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي، حنا حلينا على الكوكوط من بعد 40 دقيقه. انتما كتشوفوا الحامض ديالنا مازال شي شويه خاصو يزيد يتعسل حتى يولي اللون ديالو مارون، والعسل ديالنا هو كيغلي مع ديك القرفه مع ديك حبوباتي كما كتشوفوا انتما. ديك الزعتر عطي واحد الريحه زوينه فيه، مازال شويه خفيف مازال خاصو يعقد. دابا غنضيفو ديك المسكه الحره ديالنا مع شويه ديال السنيده دقيناها، غنضيفوها كتعطي واحد النكهه زوينه حتى هي، وكتخلي العسل يتعلق تيجي زوين. دابا غنخليوه هكا حتى يتقال، نحطو كيطبخ حنا كنحركوه حتى يولي اللون ديال هاد الحامضه مارون، عاد ديك الساعات نحيدوه. كما كتشوفوا اخوتي، ها نتوما كيفاش كيولي العسل ديالنا على هاد الشكل كيتقال، هانتوما كيولي على الشكل هذا. كاين اللي كيبغي هكا وكاين اللي كيبغي خفيف على هاد الشكل، واللون ديالو هاهو كيفاش كيكون مارون. هذا هو الشكل النهائي ديالو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وديروا لي بارطاج.